أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. في بداية السنة الهجرية 1442، كل سنة وكل المسلمين على وجه الأرض طيبين. زمان كان في دول عربية بتعمل التاريخ الهجري، لغتها، ما عادش فيه، ما عادش فيه دلوقتي ولا لأ. لكن خلونا نبدأ الاحتفال بالسنة اللي بدأت تقريبا من ساعة أو بدأت دلوقتي، بضيافة الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار الأمين عام لرابطة علماء أهل السنة. أهلا بك يا دكتور، وكل عام وأنت بخير. بيك يا أستاذ محمد، وكل عام وأنت طيب، وإن شاء الله تكون سنة مباركة على المسلمين جميعا في أقطار الدنيا بأسرها إن شاء الله. دكتور، الفاطميين هم أول من احتفل فعلا بالسنة الهجرية، ليه؟ أو السؤال، الخبر أهو، إحنا مش هنتكلم أهو. الفاطميين أول من احتفلوا بالسنة الهجرية، والاستعداد كان يبدأ من ذي الحجة. هو في فارق بين الاحتفاء والاحتفال. الاحتفاء الاهتمام، والاحتفال وسائل الاحتفال أو طقوس الاحتفال. الصحابة أول من احتفى بالهجرة، لذلك كانت لما حبوا يعملوا تاريخ فكان التاريخ الهجري، كان بداية الهجرة، فدلالة على أنه ده الاحتفاء الاهتمام. أما الاحتفال بالمناسبة نفسها، فعلا الفاطميين هم أول من عملوا مظاهر الاحتفال زي المولد النبوي كده، هم اللي أنشأوا مظاهر الاحتفال. أيوة. طب دكتور معلش، يعني خليني أسمع منك أنت، ما هي دوافع الهجرة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أولا أنه ربنا أكرمنا في هذه الليلة أن تكون استراحة قرآنية في هذا الليل وفي هذا التوقيت. أيوة. لنبدأ سنة جديدة، وكون أول فقرة في السنة الجديدة استراحة قرآنية، فنسأل الله سبحانه وتعالى نكون سنة قرآنية إن شاء الله. دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هجرته بحثا عن عيش أرغد. أيوة. ولا سع مكان أوسع، ولا أرغ، ولا رزق أو أكثر، ولا رفاهية أحسن، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام ينتقل بالدعوة من مرحلة إلى مرحلة، من أرض توقف نموها إلى أرض جديدة يمكن لجذور الدعوة أن تتعمق فيها. فالهجرة لم تكن إلا انتقالا دعويا وانتقالا فكريا ومرحلة جديدة تنطلق منها الدعوة، وده معنى مهم جدا، ليس فقط الهروب من الإيذاء والتضييق، ده معلم مهم، لكن المعلم الأصلي هو توريث الدعوة والبحث عن أرض خصبة تحمل رسالة الدعوة، لأن دي أهم حاجة في حياة المسلم. لذلك الدعوة أبرز شيء فيها كانت حماية المعتقد حتى يكون محفوظا فلا يجبر الإنسان على عقيدة مختلفة، وحماية كرامة الإنسان ليظل حرا كما أراده الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كل شيء يضيق على حرية الإنسان ويقلل من كرامته ليس من الإسلام في شيء. أي شيء مهما عظم مهما كبر ليس من الإسلام في شيء. الإسلام جاء، الدين جاء، ولقد كرمنا بني آدم. فكل ما يقيد الإنسان لا قيمة، يسقط. الإسلام لم يقيد الإنسان ولكن أراده كريما، ولذلك كانت الهجرة كرامة لهذا الإنسان حفاظا على عقيدته وعلى عبادته وعلى سلوكه. ده كان معلم. أنا عندي بس سؤال دكتور. اتفضل براحتك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من هاجر من الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني إبراهيم هاجر. نعم. ولوط هاجر. ولوط هاجر. وسيدنا عيسى هاجر وسيدنا موسى هاجر. الهجرة سنة كونية في الأنبياء والعلماء والعباد والطيور والأسماك والحشرات. سنة كونية من سنة للتوليث والانتشار وللتجديد. فالهجرة ليست موتا وليست نهاية ولكنها بداية. ولذلك لما نتحدث النهاردة عن بداية العام الهجري الجديد ونتحدث عن الهجرة، نتحدث عن ميلاد جديد، مش خلاص الهجر انتهت به الحياة واسودت، ده بالعكس، ده يكون انطلاقة جديدة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني فرص كثيرة وسعة، سعة مكان، سعة أفاق، مش حصرا سعة مالية، والسعة المالية موجودة سعة قد، لكن سعة يعني أحيانا كثير حتى على المستوى الشخصي يا أستاذ محمد،
قضايا كثيرة الواحد قبل ما يسافر بلاد كثيرة كان بيراها أعظم قضية في الكون. لما سافر وشاف قضايا أكثر، ليه؟ القضية اللي كانت شغلها حاجة صغيرة قوي. أيوة. وكلنا كده، أنا بتكلم. أيوة. يجد مراغما كثيرا وسعا. فالهجرة اتساع فكر العلماء الكبار اللي خلد الله تعالى ذكرهم في القرآن أو ذكرهم في السيرة وفي غيرها، وأصبح العلم الذي ورثوه يدرس حتى الآن أغلبهم هاجر بهذا العلم، فأصبح وله ورثة وله عمق وله تجديد وله تطوير، لأن اللي عايش في بلد صغيرة فقه على قدر هذه البلد. صحيح. لكن يحتك عدد كبير من الناس أصبح أكثر علما ومعرفة، فاستحق أن يخلد هذا العلم. طب وأنا سؤالي، يعني الدوافع التي هاجر بسببها النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس الدوافع عن سيدنا إبراهيم وعن سيدنا موسى وعن سيدنا عيسى سيدنا لوط؟ هي نفس الدوافع، الهجرة بالعقيدة بالرسالة. يعني هو يبحث عن مكان تنتشر فيه الرسالة وتغرس فيه العقيدة ويحمى فيه الإنسان، يحمى فيه صاحب الرسالة. بس هو الأول يعني ضجر أو إيلام في مكان الأساسي. يعني صاحب الهجرة سواء كان أي من الأنبياء عانى من المكان الأساسي. صح. ثم خرج إلى مكان آخر. هل كان بقى خروج المكان الآخر لنشر الدعوة، لتأسيس ديانة؟ نعم. أم أنا هناك، أو النتائج كانت عكس كده؟ لا، تعال نقول إنه كما تفضلت كده، إن أي هجرة هو أنه لم ينجح أو لم يستقر في المكان الذي نشأ فيه. كويس. فأول شيء إعلان، وهذا إعلان لنا إحنا أيضا، إن لابد أن تكون الرسالة أو هذا الدين هو أغلى عندك من أي حاجة أخرى، عن وطن، عن أرض، عن أهل، عن وظيفة، عن منصب، عن جاه، كلام ده كليته. فأول حاجة إن، ولذلك إحنا النهاردة بنقول إحنا مفروض نجدد البيعة مع الإسلام. يعني أن جدد البيعة مع الإسلام، أنا ابن الإسلام مش ابن الأرض دي ولا ابن الميدان ده. ده حاجات فطرية عند كل الناس المسلم والكافر، لكن ابن الإسلام يكون مع الإسلام حيث دار. المسلمين الإسلام أرادهم في الحبشة، بعضهم راحوا الحبشة، أرادهم في المدينة كانوا في المدينة، حتى الذين كانوا في المدينة لم يستقروا فيها بعد، ولكن انتقلوا إلى العالم بأسره يدورون مع دعوة الله تعالى سبحانه وتعالى. فهم عاشوا للإسلام، عاشوا لديننا سبحانه وتعالى. يعني أنت بتأكد الكلام اللي قالوه بعض المثقفين من التيارات الأخرى بأن الإسلاميين لديهم مشكلة مع المواطنة بالمفهوم الدولة الحديث؟ المواطنة في دين الله سبحانه، مش الإسلاميين، المواطنة في الإسلام أو الوطن في الإسلام هو ما استقرت فيه عقيدتك وحفظت فيه كرامتك، ما استقرت فيه عقيدتك، مش بلدك اللي هو إنسان. بلدك ده موطن نشأتك، الكلام ده في حاجة فطرية في كل المخلوقات، لكن الوطن الحقيقي سيدنا علي حدده رضي الله عنه، قال: ليس بلد أحق بك من بلد، إنما وطنك ما حملك. وطنك ما حملك، اللي حملك يعني إيه؟ حملك يعني حماك. حملك يعني أعانك، حملك يعني حفظك. يعني إيه؟ يعني الوطن ليس صنم، الوطن وعاء يحميك وليس شعار يرفع. الوطن كرامة وليس استضعاف ومذلة. الوطن ليس سيفا في يد الطغاة يضرب به الناس ويقول له أنت مواطن، عيش جعان وعيش جبان وعيش ذليل عشان تبقى مواطن. الله تعالى كرم الإنسان وقال: أرض الله واسعة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله تعالى لم يخلقنا لأرض بعينها. لذلك في تعبير جميل جدا، سيدنا أبو الدرداء كان يعيش في القدس، فأرسل رسالة إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: ألا تأتي إلى الأرض المقدسة؟ فسلمان الفارسي بعث له رسالة عظيمة جدا، قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. فما تقوليش انت في الحرم المكي، الحرم المدني، مش كونك في المكان ده تبقى مقدس. التقديس مش في الارض، التقديس في العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة صلى الله عليه وسلم، وقال: ان ولا حرمة، والله يعلم ان ايه، حينما نظر الى الكعبة وطاف حولها وقال: لولا ان اهلك اخرجوني كما اخرجت، والله انك لاحب بلاد الله الي. ومع ذلك تركها صلى الله عليه وسلم. طيب ده بقى يدخلنا في المقال اللي حضرتك كتبته. هل كان النبي خائنا لوطنه صلى الله عليه وسلم؟
عليه السلام وبقلم الدكتور جمال عبد الستار. المقال ده كان على الجزيرة. نعم. وحضرتك سألت، اعترحت أسئلة أنا في حاجة الإجابة ليها. اتفضل. حضرتك قلت عندما طغى سادت قريش ومدوا يد الغدر والتعذيب والتنكيل والمكر إلى النبي الكريم وصحبه الأطهار، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة ثم الهجرة للمدينة. وحضرتك بتسأل بقى ثم لحق، هل كان النبي هاربا من يد العدالة القرشية أم كان تركا للمعارضة الداخلية واستبدالها بالمعارضة من الخارج مع الخونة والمجرمين؟ ده سؤال حضرتك طرحه. نعم نعم. فهل كان النبي خائنا لوطنه عليه الصلاة والسلام الذي ولد وترعرع فيه، أم كان هاربا من يد العدالة القرشية؟ إذا من أين أخذ المواطنة؟ من أين أتعلم المواطنة؟ أنا كجمال وأنا كمسلم وأنت كمحمد وكل مسلم، من أين أتعلم المواطنة؟ هل أتعلم المواطنة من السادة حضرتك اللي بتقول الذين ينتمون إلى الثقافة، ما عرفش هو ليه مسمى ده أصلا، ينتمون إلى نوع من الثقافة يريدونها، أو بمعنى الدولة الحديثة، أم أخذ معنى المواطنة من النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه؟ طبيعي أنا كمسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيوه. والأسوة الحسنة هو يعلمني المواطنة صلى الله عليه وسلم. بس سلوك النبي ليس دينا. ده بالعكس، ده هو ده عمق الدين. لا، سعد الهلالي، معلش معلش، طب أنا هرد على حضرتك. فضل. سعد الهلالي في تصريح لي بيقول بالنص كده يا دكتور أهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هبعتها بس لزمايلي. سعد الهلالي بيقول بما نصه بالضبط أنه لا يجوز يا أخي الله يخليك، لا يجوز أن نجعل تصرفات النبي دينا وإنما هو اجتهاد بشري. طيب إذا هو سعد الدين قال كده، وربنا قال لقد هتيجي كان دلوقتي. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والعلماء كلهم قالوا السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، حتى صمته صلى الله عليه وسلم سنة، فدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها. يجي سعد الهلالي، يجي علي جمعة، يجي مختار جمعة، يجي الحاج جمعة نفسه، لا قيمة له، ما عنديش. يعني حضرتك تعتبر بتسأل سؤال، عندما لحق النبي بهم صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فهل كان خائنا لوطنه الذي ولد وترعرع فيه، أم كان هاربا من يد العدالة القرشية، أم كان تركا للمعارضة الداخلية واستبدالها بالمعارضة من الخارج مع الخونة والمجرمين؟ يبقى فسر لي بس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يقول له بقى أنك أنت تركت مكة اللي هي أحب بلاد الله تعالى وأعظم ما على وجه الأرض، إزاي تسيبها؟ إزاي تسيبها؟ ما عندكش انتماء لوطنك؟ أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يتستقر الدعوة في مكة ولم تحفظ كرامة المسلم في مكة اللي هي أعظم بلاد الله، اللي هي أحب بلاد الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تستقر الآدمية ولم تتحقق الحرية ولم تغرس العقيدة، تركها لأنها مش صنم. الأرض ليست صنما، إن الأرض لا تقدس أحدا. ما حدش يستزلني بالأرض بالاسم، بالأعلام، بالألوان، بالأسماء، دي أصنام إحنا بنجلد بها ونحبس بها. أنا كإنسان أعيش حر، أعيش إنسان، المكان اللي أعيش فيه أجد فيه كرامتي فهذا وطني، حتى إن كان أقصى البلاد. والمكان اللي تهان فيه كرامتي وتستزل فيه، هذا وطن العدو، وإن كان بيت الأجداد والأقارب. العبارة مش أسماء ومسميات، وطنك ما حملك الذي تعيش فيه كإنسان، لكن حينما تفقد الإنسانية باسم المواطنة وباسم الوطن، هذا افتئات وهذا كذب، وهذه أصنام فكرية تصنع لنستزل بها جميعا ونسهر فيها، والآخر يقول لك أنت إيه، لماذا لم تعارض من الداخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي لما خرج مكة، وده سؤالك الثاني، حينما تعهد سرا مع الأنصار على حمايته ونصرة دعوته وإخوانه، هل كان متآمرا مع بلد أجنبي على وطني وبلدي، مستعينا بعملاء من الخارج لزعزعة أمن البلاد وأمانها؟ إذن كل من خرج تاركا مظالمه
ومحافظا على كرامته ورافعا لرايته هو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش يزايد بقى علينا ويقول لنا السودة تارك الوطن تارك المعارضة من داخل. نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المسلمين في العالم يا أستاذ محمد، جاب الأوس والخزرج والفارسي والرومي. ليه؟ لأنه في القرآن إنما المؤمنون إخوة. إخوة، ما قالش إنما فقط السوريون إخوة والمصريون إخوة، لا، إنما المؤمنون باختلاف اللغات واللهجات. فرابطة الإسلام رابطة عقيدة وليس رابطة نسب ولا أرض ولا شيء. المؤمن الصيني، المؤمن الشمالي، الجنوب الهندي هو أخي، ربما يكون أقرب لي من أخويا الشقيقي. طب خليني بس أتوقف هنا وأرجع لمقال حضرتك تاني. ما أعرفش علي ما بيعرضش المقال لي، مع أن المقال عندنا الحقيقة. لا يعني هنا في الدولة الحديثة هنا التساوي عند حضرتك أنت من وجهة نظر الإسلام، لا، إذا اعتبرنا كده يعني، لا، التساوي بين المؤمنين، لا، المسلمين، لا. لكن مثلا ناخد المرجع ده للأستاذ سامح فوزي من مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان عن المواطنة مثلا، لا. بيقول الأستاذ سامح فوزي في الكتاب أنه معنى المواطنة بالتحديد كده أن هي تمتع الشخص بحقوق وواجبات وممارستها في بقعة جغرافية معينة لها حدود محددة تعرف في الوقت الراهن بالدولة القومية الحديثة. تستند إلى حكم القانون في دولة المواطنة، جميع المواطنون أو المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. رائع إزاي بقى؟ ما هو ده منقد لكلام حضرتك. هو ده لو الإنس... انت قلت دلوقتي يا دكتور جمال ان كلنا في الدولة في الانتماء للإسلام متساويين. نعم. الصيني، الهندي، السوداني، المصري، القطري، في الرابطة الإسلامية متساويين، وكل واحد فينا في رابطة، في انما المؤمنون إخوة. تمام. لكن انا الوطن اللي انا عايش فيه ده اذا وجدت فيه زي ما قال الشروط دي ان انا متساوي واخد حقي وما عليش مظالم، ده اعيش زي الفل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في مكة فلم يستقر فيها. ما أنا بقول إن ما حد، أنا الكلام، لو أني وجدت العدل في أي مكان ووجدت كرامتي في أي مكان فهذا هو الوطن وهذه المواطنة. لكن يا أستاذ محمد ما ياخدش حقي ويقول لي أنت إزاي تطعم في الوطن. لا، هل في تساوي؟ أنا قصدي أقول لحضرتك إذا انتمى كل الموجودين للإسلام، لكن هناك ديانات أخرى، هل في تساوي بقى من وجهة النظر الإسلامية في مفهوم المواطنة ده؟ طبعا. فين التساوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يهود وكان في مسلمين، وعمل معاهدة ضخمة جدا، أول دستور على وجه الأرض المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وحط فيها الدستور ببنود، وهم أمة واحدة ويدافعون معا ويحفظ بعضهم رحم بعض وأموال بعض وحرية بعض، وهم معا ضد أي عدو على المدينة. يعني دي أعلى درجات المواطنة في التطبيق صلى الله عليه وسلم نفذها. طيب قبل ما نطلع فاصل، بس خلينا نطلع فاصل قصير، لكن الأستاذ جمال عصتار بيسأل في المقال حينما بنى في المدينة مسجد يتعبد فيه المسلمون لربهم ويدورين منه حركة دعوتهم وينشرون دينهم، هل كانوا يتلقون دعما خارجيا ليدمروا مكة مهبط الوحي وموطن بيت الله العتيق ويخونوا عهدها؟ خلينا نرجع بعد الفاصل نجاوب على السؤال ده مع الدكتور جمال عبد الستار. السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية 1442، واللقاء مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الستار. دكتور جمال، حضرتك سألت أسئلة رهيبة جدا في المقال ده. حينما تقابل جيش المسلمين وفيه الأنصار والمهاجرين مع جيش القوات المسلحة القرشية التي خرجت بطرا ورئاء الناس،
تتغنى بتاريخها الطويل وعرض الكثير. هل كان محاربا لوطنه، قاتلا لخير أجناده، متآمرا على عشيرته، خائنا لأمانته؟ رد عليها يا دكتور، أنت اللي طرح الأسئلة. هو السؤال استنكاري وليس استفهامي. أنا بسأله استفهامي بقى. يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لكل المسلمين قدوة صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما لم يجد كرامة الإنسان ولم يجد فرصة لعقيدته وحريته أمر بالهجرة فهاجر، فليس ذلك خيانة الوطن وإن تكلم الناس في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجد مواطن أخرى، مساجد، قد تكون مساجد أو قد تكون مؤسسات أو قد تكون أي شيء، ليس ذلك فكرة الدعم من الخارج والتأمر من الخارج والتألب مع الخارج، دي كلام كله أدوات بتستخدم لمحاولة طمس الصورة الحقيقية إن أنت ظالم في مظلوم في بلدك، إنك أنت مش واخد حقك، إنك أنت مش واخد كرامتك. فهو عايز يقول لك إن ظلمي هو الوطن، ودوري هو الوطن، وصوتي هو الوطن، وسجني هو الوطن، فازاي تفر من الظلم وتفر من السجن؟ ده الوطن، حد يفر من وطنه؟ ده كاذب، ده بيفتري على الناس، لان الوطن مش كده، الوطن حريه، وطن كرامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر بالصحابه الكرام بنى مؤسسات، لم يقل سيتلقى دعم خارجي ضد مكه المكرمه، ده مكة المكرمة التي أزهقت الأرواح وجلدت الأجساد وسلبت الأموال، ليست وطني، دي وطن المجرمين، دي وطن الطغاة. مفهوم الدولة القومية الحديثة، نعم، كان المسلمين في الدعوة الإسلامية بالنسبة للقرشيين بيحاولوا يعملوا تمرد على الدولة، على الدولة اللي موجودة في أو النظام اللي موجود في مكة، وبالتالي إذا حاول حد أنه يتمرد من حق الدولة أن تعاقبه، فعذبتهم حماية لأمن الدولة. أي أمن دولة إذا كنت في بدهيات أي دولة حرية الاعتقاد، بدهيات أي دولة حرية التعبير، بدهيات أي دولة حرمة المال، بدهيات أي دولة عدالة القضاء. لما كل ده يهدم وتبقى أنت الدولة، يبقى ظلمك هو الدولة وسجنك هو الدولة وجورك هو الدولة، وتقول لي أنا الدولة؟ أنت لست الدولة، أنت لست الوطن، أنت الشيطان، مهما تلبست بالأسماء والمسميات لا علاقة لك بالوطن ولا بالدولة، مش ممكن. لابد أن يحدث هذا الانفصال، لابد أن يحدث انفصام. ما فيش حد يتلبس إن هو الدولة، لا مؤسسة ولا أفراد. فكل من لا يقيم العدل وكل من لا يحفظ الحريه لا قيمه له. هقول لحضرتك نموذج كان قرب المسافه شويه. في المنافق، بعض المنافقين اقاموا مسجد في المدينه. ايوه. مسجد، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم فيه. قالوا طب لما اعود من غزو اصلي فيه. فربنا اوحى الي ان ده مسجد ضرار. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه فاحرقوا المسجد. لو انت تاخدها في الشكل العام تقول احرق مسجد، طب يحرق مسجد ليه؟ ونزل القران والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. المفترض ان المسجد ايمان وتجميع المؤمنين، يقول لك وارصادا لمن حارب الله ورسوله، يجمع كل الناس اللي حاربوا ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده. ده لا يمكن ان يقوم. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اذا كل حاجة يعني تم تسميتها بغير ما وضعت له تصبح مسجد ضرار. الدبابة اللي بدل ما تحرس الإنسان المواطن تهرس الإنسان المواطن، ما تبقاش دبابة الوطن. السلاح اللي يحفظ الإنسان يقتله بدل ما يحفظه ما تبقى سلاح الوطن. الجندي اللي يقتل المواطن بدل ما يحرس المواطن، ما حدش يكذب علينا ويقول لك جندي الوطن، ده كذاب، كذاب أشر. الوطن ليس مؤسسة ظالمة وليس حاكم ظالم، ولكن الوطن وطنك ما حملك. يعني أنت عليك. ترى أنه في سؤالك يا دكتور أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وجعل رابطة الإيمان هي الرابطة الأعلى من رابطة النسب والوطن والقبيلة واللغة. وبتسأل حضرتك سؤال استنكاري، فهل كان متمردا على الرابطة القرشية مهدرا لمكانة خير بلاد الأرض؟ لا يمكن. يعني عند حضرتك المواطنة مرتبطة بالإخاء الإيماني. أنا ابن الإسلام،
ايوه طب المسيحي بقى فين في الدوله دي؟ لما يبقى المسيح، انا ما بقول لك، انا ابن الاسلام في دوله مسيحيه حتى. كويس. مش احنا عندنا ناس في دول اوروبا وعايشين؟ كويس. وعندهم حريتهم. كويس. وبيتعبدوا. صح؟ أيوة. وبياخدوا حريتهم في العباده، ده وطنه. لكن انا ابقى في دوله اسلاميه سنة. لا بس استنى يا دكتور، وهنا بقى عند حضرتك السؤال بتقول ايه بقى؟ بتقول فما احب احد بلده كما احبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الحزوره فقال: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت منك. تمام جدا. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلما بلغ في سطر بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا: اللهم حبب الينا المدينه. نعم. كحبنا مكه او اشد. صلح. وصححها وبارك لنا في صاعها ومداها وانقل حماها الى اخره. فهل يجوز بقى للشخص اللي في لندن دلوقتي المسلم الذي يتعبد في لندن بحريه، هل يجوز له ان هو يدعو للندن ان ربنا يحببنا لندن او في اسطنبول؟ عشان هو الفطره ان الواحد بيحن المكان اتولد فيه. تمام جدا. الفطره انه مرتبط بالبيئه ده، حتى احلام الواحد 90% منها من مكان اتولد طبيعي. تمام. لكن تبقى الوحشه دي موجوده مش قادر يعيد، فيدعو الله سبحانه وتعالى ان يحبب اليه هذا المكان. أيوة. طبيعي. ويبارك فيها يا فندم في صاع يوم ده. ويبارك فيها ويبارك في صاع. مش هو انا عايش، انت فكرتني. لا يا دكتور، يعني انا لو عايش دلوقتي، عايش في اسطنبول مثلا. لا اسطنبول قول دي دوله اسلاميه في الاخر يعني، او دوله يعني بتحب الاسلام. لكن لو انا عايش دلوقتي في امريكا التي تحارب الاسلام، لو عايش في الهند مثلا يعني، ولقيت فيها مراغما وكده وبتاع، ادي الهند، ادعي المكان اللي فيه ربنا يحفظه طبعا، اذا كانت لا تعادي الاسلام ولا تحارب المسلمين. لكن لو اني معسكر معزن، معسكر معين بيحارب المسلمين، لا يجوز الاقامه فيه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. Yeah. نهى صلى الله عليه وسلم عن الحياه او عن الاقامه في مواطن في المواطن التي تحارب المسلمين، او اسمها دار الحرب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاقامه في دار الحرب، لان الانسان يفتن فيها في دينه، يفتن فيها في دينه. مثلا لما اكون مثلا في، انا قلت في امريكا، وامريكا فيها جيش، وانا قاعد هناك بدخل الجيش ده، واجي بقى بالجيش اضرب العراق واضرب سوريا واضرب مصر باسم المواطنه. اي مواطنه دي؟ اي مواطنه دي؟ فهو اي مكان يفتن فيه في ديني ليس مواطنه. لذلك انا بقول تاني، الهجره ليست بحثا عن سعر اعلى ولا راتب اغلى ولا مكان ارفع. الهجرة على مكان تلتزم فيه بدينك أكثر، تستثمر فيه دعوتك أكثر، تزداد قربا من ربنا أكثر. فإن كنت هتفقد هذه العلاقة فليست هذه هجرة. ما المقصود يا دكتور بالهجرة؟ ما المقصود بكلمة في سبيل الله؟ اللي هي أول نقطة اتكلمناها النهاردة. أنا ابن الإسلام، أنا خارج لله، مش نقل في الحديث إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما في ناس بتهاجر علشان يعني ناحية المادية أحسن. طيب. ما فيش حركة شرعا على فكرة. أيوة. وإنه أو إن واحد يتزوج من دولة تانية وعايز براحته، أو إنه شايف صحته ماشي في المكان ده، لا حرج. لكن الهجرة في سبيل الله، هل تكون دي هجرة لله برضه؟ لا طبعا. لكن لا حرج فيها شرعي، ارض الله واسعه. لا حرج فيها، لكن دي مش لا سبيل. لا ليست هجره شرعيه. ليست في سبيل الله. الهجره الشرعيه ان يخرج في سبيل دعوته، في سبيل رسالته، في سبيل قضيته، قضيه الحق، قضيه العدل، قضيه مواجهه الظلم، قضيه الانسانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها، دي قضيه مسلم. طب انا لو انا رايح ابقى اشتغل مثلا في دوله وهجيب فلوس وهخدم بها الدعوه، مش بطريق اخر في سبيل الله؟ لا ده موضوع تاني. لا هو ليه؟ لا لو هو خارج مثلا، هو اسمه خارج للدعوه، مش خارج اللي انت بتتكلم عنه. اسمه هو الناس ما كل الناس اللي في اوروبا وغيرها مهاجره من زمان بتاخد بتكسب، وبعضهم بينفق في سبيل الله وبعضهم بيتصدق، ما فيش مشكله. أي. لكن مش خارج قصدا لهذا، في فرق. طب ماشي يا دكتور. طب انا خارج من مصر هروبا بجسدي وبولادي من بطش عبد الفتاح السيسي، ماشي، دي مش هجره في سبيل الله؟ في سبيل الله. بس أنا بصراحة خارج كده. هو كده بس بقى، علشان الهجره دي تصح لابد من امر اخر. ايه بقى؟ انت خرجت يعني من هذا الظلم وهذا البطش، صح كده؟ اي. ثم
لابد من أجل أن تكون هذه هجرة في سبيل الله مستمرة أن تكون وقفا لما هاجرت إليه. يعني؟ يعني أنت خرجت علشان قضية الظلم ده. أيوه. يبقى تظل مهاجر مواجه لهذا الظلم، محارب ليه، مضاد ليه، معارض ليه. مش هروح ليه. أعمل بيزنس وأنسى كل حاجة وأبيع القضية. أروح أعمل بتاع كنافة. ما أعرفش بتاع الكنافة دي. أي حاجة يعني. يعني بقى وقف النساء. أنت خرجت من أجل الصحابة الكرام لما هاجروا ما راحوش بقى في الزراعة والتجارة والصناعة وخلاص، ده راحوا حملوا الرسالة للعالم بأسره، انطلقوا بها للعالمين في الدنيا بأسرها. ولذلك صاحب الرسالة لا ينام، صاحب الرسالة ينجح اقتصاديا من أجل الرسالة، واجتماعيا من أجل الرسالة، وسياسيا من أجل الرسالة، لكن إذا كان يدور حول نفسه فده مهاجر عشان ليلة، ومهاجر عشان دولار، ومهاجر يعني عشان يعني. أنا بس دكتور خلينا المسألة شخصية، براحتك شخصيا. أنا مهاجر من مصر عشان أنا كنت. حاجة إنك سبت الورق، أنا كده. لا أنا بسأل أسئلتك أنت. لكن يا دكتور أنا دلوقتي خرجت من مصر بصراحة يعني عشان أكون واضح، يعني أنا هضحك على ربنا عشان أهرب من السيسي وباتشو. ماشي. بصراحة. دي لا تعد هجرة في سبيل الله. ليه؟ أنا بسألك يا دكتور أنا ما أعرفش بالظبط. ما أقول لك الهجرة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، الفتنة أن تفتن في أخلاقك، ما هو الباقي إيه؟ لو أنت وقفت هناك كنت أحد أمرين. إما أن تكون ظالما مع الظلم أو ساكت عن الظلم، أو ساكت عن الظلم، لكن لما أو تعرض أنت للظلم. آه تمام. أو تظلم، فأنت هربت من كل ده عشان أولا تكتسب حريتك وتنطلق بكلمتك وتواجه الناس، دي عين الجهاد ودي عين الهجرة. دي عين الجهاد ودي عين الهجرة، لكن في فارق بقى يا أستاذ محمد جميل قوي ربنا يكرمك. في الهجرة لما أنت ذكرت الهجرة دي خلينا واضحين بقى. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرة منظمة. يعني ايه؟ يعني انت هاجر دلوقتي انتم روحوا الحبشه وبعد كده احنا هنهاجر المدينه فرتبوا هجره المدينه ومين يسافر في الاول ومين يسافر في الاخر، فكانت هجره مرتبه وليست هجره فرديه، هجره جماعيه وليست فرديه، كانت هجره فكره، هجره رساله، هذا امر. الامر الثاني ان اصحاب الهجره دول وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا بكل الاسباب. مش قال لك ده النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، لا ده خد بكل الأسباب، بالتخطيط صلى الله عليه وسلم والمعلومات صلى الله عليه وسلم كل حاجة نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ثم الأهم من كل ده إن لما وصلوا إلى المدينة عملوا حاجتين ما حدش عملهم في العصر الحديث دلوقتي، أو عدم ربما عدم أسباب النجاح، عدم النجاح لعدم إقامة هذين الأمرين. هم إيه الأمرين دول؟ أيوة. أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما هاجر المدينة؟ أقام مسجد، صح؟ أيوه. والحاجة الثانية إنه أخى بين المهاجرين والأنصار. أقام مسجد عشان العقيدة والعبادة والدعوة تستقر في نفوس الناس، ما بقاش أنا مهاجر عشان ديني ولما أروح بلد أوروبي أو بلد أخرى أنفلت من الدين والسلوك والأخلاق، هجرة إيه دي؟ مش أنت بتشوف ناس لما هاجرت تغير كل حاجة ده؟ أيوه أيوه. فهو بنى مسجد، لما بنى المسجد ده كان هو ده دليل الإيمان ومقر العقيدة والأخلاق والمعاملات، إذن كانت التغذية الإيمانية موجودة فجمعت الناس، دي رقم واحد. تمام. رقم اثنين إنه آخى بين الأنصار والمهاجرين، الأخوة الإيمانية. لكن أنت عندك أنت حصلت مشاكل بين المهاجرين والمهاجرين، ده أنت عملتهم مشاكل فلم تحافظ على أخوة المهاجرين، مش تأخذهم الأنصار، فأصبحوا شيعا وأحزابا. طيب. ولم يحدث أن أقيم لهم مسجد يجمعهم. مسجد مش معناها فقط أن جامع يصلوا فيه. أيوه. مسجد علاقة إيمانية، علاقة تربوية، علاقة دعوية، عيشوا بالدعوة. فإذا كنت أنا خارج بالدعوة وأصبحت أرض الله واسعة، المفترض نجاحات الدعوة تزداد 10 أضعاف ما كانت فيه. صحيح. ولكن أنا إذا كنت نسيت الدعوة وأصبحت أنا أختلف مع محمد وأختلف مع جمال وأختلف مع علي، يا أخي الذي يقاوم الظلم إذا لم يكن عادلا فلا يحق له أن يكون أن ينجح في مقام الظلم. إذا لم يكن رحيما لا يمكن له أن يواجه الجور. إذا لم يكن محبا لا يمكن له أن يواجه الكره والحقد. تمام يا دكتور. طيب يعني أنا بس عايز أوصل للهجرة النبوية نفسه. نعم. لأنه فضل. الدكتور حسين مؤنس في الموسوعة الإسلامية ذكرنا كانت 4 أيام كان الرسول. نعم. عليه السلام بيمشي ليلا ويستريح نهارا عشان الهجير. نعم. ثم الرجل اللي كان دليلهم في الطريق عبد الله بن أريق. ثم نسأل عن
البعض ذكر بأنه فكرة الحمامة والعنكبوت دي كانت أفكار مش حقيقية إلى حد ما، هناك روايات كده يعني. لكن أنا بقالي مدة قاعد أقرأ عن سيدنا موسى، وما تسألنيش ليه، لأن أنا هقول ده في البث بتاع يوم الجمعة. عامل بس عن سيدنا موسى تحديدا. هناك من رأى أن خروج سيدنا موسى هي دي مش هجرة، هجرة التانية ليه مش كده، الهجرة الأولى لما راح اتجوز ورجع مرة تانية، ثم الهجرة التانية لما خرج بقومه. يعني هناك من رأى بمفهوم الدولة الحديثة أن سيدنا موسى لو أنت بتحكم الدولة دي، واحد خد 600,000 تقريبا نفس خدوا الذهب بتاعهم والمجوهرات وخرجوا، أنك في الحالة دي بتسقط الدولة وبالتالي يجب أن تعاقبه. يعني من وجهة نظر أصحاب الدولة الحديثة بعضهم، يعني يقول لك طب واحد واخد ذهب وفلوس وبتقصد دولة وهربان بيها، من حقه أن يقتلهم. أولا كان فراعنة يستخدمون بني إسرائيل للخدمة فقط وللتسخير، مش عايشين كبني أدمين، فكانوا يستخدمون للخدمة والعبودية والاستزلال. ولذلك هو لما راح لفرعون قال له أن أرسل معي بني إسرائيل، يعني مجموعة سلالة من الناس تم استخدامها فقط للمهن الضعيفة والفقيرة والصغيرة والاستزلال والعبودية والحمل فقط. فبقول له أنا أريد أن أخلص هؤلاء، فخد مجموعة، لم يأخذ المصريين ولم يأخذ الشعب ولا شيء، الشعب موجود والمخدرات موجودة، استخلص هؤلاء من المصفقة الهجرة، أن يعيد للإنسان كرامته، أن يحفظ له كرامته. فسيدنا موسى عليه السلام أراد أن يحفظ لهؤلاء كرامتهم، أن يخرجهم من ذل العبودية إلى عز الإسلام، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده لما ربيعي بن عامر بيقول لرسهم كده، لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فسيدنا موسى جاء يستخرج هؤلاء أن يعيد إليهم الآدمية الإنسانية الكرامة، وده اللي حدث، وده صحيح. كان أبرز معالم الهجرة. صحيح. طيب نعود إلى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. عشنا وإحنا صغيرين على الحمامة وبادة الحمامة والعنكبوت وإلى آخره، وإذا نظروا تحت رجليهم. ما الصحيح في هذه الروايات؟ لأن في ناس قالت لا ما حصلش الحمامة دي ولا العنكبوت وبتاع، ولم يرد حديث صحيح في موضوع الحمامة حقيقة أو ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه أنه أولا لما أخذ بكل الأسباب ووصل إلى الغار، وصلوا إلى الغار بالفعل، قريش وصلت لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب، لكن مع ذلك استطاعوا أنهم يصلوا إلى هناك. فقال له صاحبه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ربنا حماهم، أعمهم بإيه بقى؟ لم يرد حاجة صحيحة، حمامة يمامة، لا تحزن إن الله معنا، ده جت في القرآن كده، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فخلاص إن الله معنا حمانا. لما تأخذ بالأسباب في أي زمن من الأزمنة، الأسباب المتاحة كلها، اطمن بقى فأنت في عناية الله، يرعاك بأشياء غير اللي انت خططت ليها، يحميك بأشياء غير اللي انت رتبت لها، يفتح لك أبواب ما كنتش تحلم بيها لأنك انتميت إليه. كانت ممكن الهجرة دي إلا أسهل إنه كان يروح القدس، ولا أسهل يروح المدينة؟ المدينة. المدينة كانت ممكن تبقى معجزة وانتقل إلى هناك. لكن بيعلمنا إن نهضة الأمم وتأسيسها مش معجزات، ده أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، تخطيط، ترتيب، تدقيق، أخذ بأسباب غذائية وأسباب أمنية وأسباب فكرية وجهد وتعب وسفر وتضحية، وكل ده مش أحلام، ما أفضلش قاعد كده وأقول إن شاء الله الإسلام هينتصر، أنا كذاب. طيب دكتور معلش، يعني هو سؤال انتقاد يعني. تفضل. أولا ده جزء من السؤال، لماذا صدر لنا من وإحنا صغيرين البيضة أو الحمامة والعنكبوت لماذا تم تصدير هذه الصورة اللي هي تقريبا مش حقيقية؟ يعني في روايات كتيرة أصلا أضيفت للسيرة من حكايات بعض الجماعات أو التيارات الصوفية المغرقة أو في غيرها، لكن لم ترد في أحاديث صحيحة أبدا، ده موجود، فتصدرت لدي. وبعض كتب للأسف الشديد، بعض كتب التعليم نفسها جاءت بها دون أن تضعها على أي يعني معايير علمية أو معايير فكرية أو معايير تربوية، احنا قرأناها في بعض كتب المناهج. أنا كنت أخذها في المدرسة في المناهج. لكن لم ترد في حديث صحيح أبدا. طيب سؤال الجزء الثاني بقى يا دكتور، لماذا يعتمد رجال الدين دائما على الكلام والخطابة
في التعامل مع حالس الهجرة، بينما أنا شخصيا مريت بتجربة شخصية في القصة دي. نعم. لما اطلعت على الموسوعة بتاع الدكتور حسين مؤنس وهو ازاي بيكلم على ان الهجرة بتاعنا، ورسم خط وحدد ساعات ورسم خط ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر سيدنا ابو بكر مشوا في طريق مختلف عن الطريق المعتاد. نعم. من مكة الى المدينة، واستغرقوا 4 أيام. لماذا لا نستعين بالشروحات الجرافيك وتقريب ده للناس؟ ده أفضل بكتير جدا من فكرة كلام عن بيضة وحمامة وعنكبوت هو ده كان في العصر الماضي كان متاح، لكن حضرتك الوسائل دي موجودة. بس ده يا فندم، ده مؤنس كاتب الكلام ده من سنة 71. هو احنا استخدمنا، أنا فاكر في السعودية، أنا كنت في السعودية لفترة كنت بدرس هناك، أحد الأئمة طلع خد اللابتوب بتاعه عشان يفتكر الأحاديث، فصلوه إمام وخطيب، تم فصله ساعتها عشان فقط إنه استخدم، جايب اللابتوب، استخدم اللابتوب وكأن اللابتوب ده ليكس لعمل الشيطان. فهو يعني إدخال الوسائل الحديثة دي بتحتاج معاناة خاصة في هذا الجانب. والمطبعة يا أستاذ محمد، المطبعة تأخر دخولها للعالم الإسلامي قرن، لأن ساعتها كان المفتي اللي كان بيفتي بيقول إنه لا يجوز كتابة القرآن بالآلة الكاتبة. أيوه صح. وتأخرت الأمة كلها، تأخرت لما تأخرت المطبعة من دخولها. على فكرة الفترة دي كانت هنا في اسطنبول. خلاص بقى، بالمناسبة يعني. لا هنا في اسطنبول فعلا الراجل فتى بإنه لا يجوز طباعة القرآن الكريم. وحرمت الأمة من المطبعة زمن طويل عشان فتوى زي كده. بينما الأوروبيين أول ما اكتشفوا الطباعة طبعوا القرآن الكريم. وكان بيوزع في أوروبا القرآن ويقولوا ده رسالة محمد. طيب السؤال الثاني يا دكتور، يعني مش بس الرسول عليه السلام أخذ بالأسباب. يعني كانت من ضمن الأسباب حتى الطريق نفسه كما رسم في الموسوعات الإسلامية. في أصل الهجرة دي فيها دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم استثمر كل الإمكانات عشان تنجح يا صاحب الدعوة وصاحب الرسالة، مش هتنجح وحديك. لازم تستخدم كل الإمكانات اللي حواليك، مش لازم تستخدم الطفل. سيدنا علي كان غلام لسه. أيوه. وتستخدم الراعي اللي يمشي ورا عبد الله بن أبي بكر عشان يغطي بالراعي موطن أقدامه، وتستخدم اللعب يجيب لك معلومات، وتستخدم الأمن الغذائي السيدة أسماء، لأنه لو تأخر غذائها هنموت في عالم الأسباب، فلازم يكون مضمون. وهم ضامنين أن المرأة أو الفتاة إذا مشت في مكة ما حدش يتعرض ليها، مش زي دلوقتي يعني. حتى عنترة كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مسواها، مش كده؟ ده كان عنترة الكافر يجي يشوف المسلمين بيعملوا إيه دلوقتي. لكن فكان كل حاجة بمكانها، ثم يستخدم المرأة ويستخدم الغلام ويستخدم الراعي ويستخدم الشاب ويستخدم الكافر. الدليل استخدام الإمكانات والتقدي درس لينا، بيقول لك لن تنجح في رسالتك ولا في هجراتك ولا في مشروعك وحدك، استخدم كل طاقات الأمة. المرأة لا يمكن أن تغيب، والبنت لا يمكن أن تغيب، والغلام لا يغيب، والشاب لا يغيب، والكافر الذي أمنت لجانبه لا تحرم نفسك من إمكاناته. طب هو كانت معلومة، يعني ما هي المعلومات اللي كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر عن الدليل ده، غير أنه هو مش مسلم؟ يعني هو كان ثابت أنه مش مسلم. هل مثلا دوروا على أخلاقه كويسة الراجل ده؟ أصل بعض الناس كنا في حوار من يومين يقول لك المهم أهم حاجة الأخلاق. قلت لهم بصراحه ما عنديش اهم حاجه الاخلاق دي، اخلاقك دي ليك انت. لكن في الاخر انت تجيد ده ولا لا؟ انت بالنسبه لي تعرف تعمل المهنه دي ولا لا؟ عملت انا باخلاقي، انا جاي اتجوزك. فكان في جدال كده عن القصه. هل كان الشرط انه مش مهم دي انت، بس المهم يكون اخلاقه زي الفل؟ لا، كان مبكرا بحثوا الموضوع ده، وخلوا حتى يعني الراحلتين اللي هم يعني هيركبوهم كانوا خبينه عنده، هو عند الراجل الدليل عند الراجل ده كان بيعلفهم ويجهزهم لغايه ما يجي الموعد. فالموضوع مترتب مبكرا، واحد ماهر بالطريق وامين، خلاص الموضوع خلص وهم يعرفونه. وطبعا يعني لم تحكي السيره التفاصيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امنه، ابو بكر امنه، وكان يعني كلفه بشراء يعني هذين البعيرين والاقامه عليهما وعلى فيهما حتى ياتي الموعد. فالموضوع ما كانش، بس مش ضروري يكون الراجل عارف ان في هجره، يعني يعني هو كلفه انه يشتري البعيرين دول وخليهم عندك شويه، وهو اصلا مسؤول الطريق. ده مسؤول الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فهي فكره انك انت عشان تنجح لازم تستخدم كل الامكانيات الموجوده، لكنك تهدر الامكانيات الموجوده وتقول لي انا هنجح، لن تنجح. حتى استراتيجيه الطريق نفسه يا فندم لما رسموها بتوع الموسوعات الاسلاميه
مختلف تماما عن الطريق العادي ما بين مكة والمدينة. يعني هم خدوا تقريبا شبه قوس كده شوية عشان يخشوا ودخلوا المدينة من حتة تانية اسمها ثنيات الوداع، منطقة ثنيات الوداع اللي بتغني لها الأغنية. تتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو هاجر ماشي ولم يستفد من إمكانات عبد الله بن أريقت ولا عبد الله بن أبي بكر ولا أسماء ولا علي ولا الناس دي كلها، تبقى أي الهجرة؟ يبقى أي النجاح؟ أسوأ حاجة لأي قائد أنه يهدر الطاقات والإمكانات، وأبرز نجاح أي قائد في أي مشروع أنه يستخدم التقييد يستثمرها. طيب عشان الوقت خلص يا دكتور، يعني هي فكرة أنك أنت عشان تنجح لازم تستخدم كل الإمكانات الموجودة، لكنك تهدر الإمكانات الموجودة وتقول لي أنا هنجح، لن تنجح. حتى استراتيجية الطريق نفسه يا فندم لما رسموها بتوع الموسوعات الإسلامية مختلف تماما عن الطريق العادي ما بين مكة والمدينة. يعني هم خدوا تقريبا شبه قوس كده شوية عشان يخشوا ودخلوا المدينة من حتة تانية اسمها ثنيات الوداع، منطقة ثنيات الوداع اللي بتغني لها الأغنية. تتخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو هاجر ماشي ولم يستفد من إمكانات عبد الله بن أريقت ولا عبد الله بن أبي بكر ولا أسماء ولا علي ولا الناس دي كلها، تبقى أي الهجرة؟ يبقى أي النجاح؟ أسوأ حاجة لأي قائد أنه يهدر الطاقات والإمكانات، وأبرز نجاح أي قائد في أي مشروع أنه يستخدم التقييد يستثمرها. طيب عشان الوقت خلص يا دكتور، يعني كنا كلمنا في حلقة ماضية مع حضرتك أذكر يعني أو أستاذ شريف عبادي أن النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ شريف عبادي لما دخل المدينة ترك راحلته تمضي وقال تركوها فمضت فإنها مأمورة فوصلت إلى بيت أبو أيوب الأنصاري. نعم مظبوط يا فندم. نعم نعم. يعني حدثني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش مدبر بقى هيقعد في بيت مين، يعني بعد أن هيصل يعني هو دبر يعني خطط لكل ده، أخذ بالأسباب في كل الطريق. فلما وصل له هناك في حاجتين، إن هذه الناقة لما تنزل في مكان مش فقط مكان إقامته، ده مكان المسجد، يعني المسجد اللي بناه في المسجد المدينة ده المكان في نفس المكان ده، يعني مسجد هو مسجد النبوي ده في المكان اللي بركت فيه الناقة، اللي هو بيت أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان أقرب البيوت إلى هذا المكان. فهي وقفت في مكان وراحت بركت، ثم قامت مرة أخرى ولفت ونزلت في مكان آخر، فقال دعوها فإنها مأمورة. يعني عليه الصلاة والسلام يعني البعير نامت في مكان بركت في مكان. وبعدين انتظروا ثم قامت مرة أخرى ولفت كده ونزلت في مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، يعني خلقت او تاهت او يعني عندها مشكله، قال لا دعوها فانها ماموره. فلما استقرت في المكان ده، المكان اللي بنى فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اقرب البيوت اليه بيت ايوب الانصاري. فابو ايوب الانصاري خالي النبي صلى الله عليه وسلم، من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من اخواله. فاخذوا ايه متاع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ايوب الانصاري خد متاع النبي الى بيته على طول. فلما جو بعد كده يقولوا تعالى، قال المرء مع رحله، فخلاص خدوا رحلي، فالمرء مع رحله صلى الله عليه وسلم. أحد تاني دعا الرسول إلى بيته، يعني كل الناس كانت المسلمين كلهم عايزين يبقى عندهم يكرموه صلى الله عليه وسلم. وكانت طبعا علاقة الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة دي علاقة رائعة. الأطفال كانوا يأتوا يزورونه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرمونه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب الأنصاري كان له بيت يعني مكون من طابقين يعني، فأصر أبو بكر أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فوق، وهو رفض النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس بيجي له وبيسلموا عليه، لغاية ما قلنا في ليلة من الليالي سكب الماء في الضول الثاني عند أبو أيوب، فأخذوا يعني بذلوا جهد كبير في تكفيفه حتى لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كده اشتكى، قال أصلنا يعني هذا يعني لا يمكن أبدا أن احنا ننام في مكان فوقيك يعني. فرضي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بني له بيوت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وانتقل إلى بيوته بعد فترة. يعني دخوله المدينة ما كانش يعني في المدينة، كان ترك الأمور بقى تجري في عنتها. لكن هو بقى طبعا معلمين اللي بنى عليهم الهجرة بعد المدينة، اللي هو المسجد والأخوة. لما تغيب الأخوة مش ممكن تنجح، ولما يغيب الرافد الإيماني مش ممكن تنجح. دول مع أي مهاجر في أي تاريخ في أي وقت إذا غابوا
لا ينجح. اذا كنت عايز تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنقول ان احنا بنقول بنهاجر اهو، احنا بنهاجر في ثواب الهجره، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، وربنا سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فالهجره دي مش حاجه صغيره، دي نعمه كبيره، لكن لابد ان تشكر تلك النعمه بان تكون صاحب تلك الرساله، ما تنساش الرساله دي، وان تحافظ على قيم الهجره. ما تبقاش انت هربان من الظلم وتروح تظلم، هربان من الكذب وتكذب، هربان من الفجور وتفجر، لابد انك انت تتحقق بصفات الاسلام. طب واللي ما عندوش فرصه يهاجر يا دكتور؟ يعني واحد قاعد في مصر ولا يستطيع الهجره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يهاجر الظلم ما يبقاش من ادواته، ما يبقاش من سلطاته، ما يبقاش كذاب، ما لا يسوق له، لا يكون من احب من الداعمين له. كل وسائل ان تمتنع عن المشاركه فيه. مجرد الامتناع، لما تكون الناس كلها بتهيص في الكذب ما تكونش معاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون احدكم امعه، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، ولكن ان احسن الناس ان يحسنوا وان اساء ان يتجنب اساءتهم. فالهجره لمن لم يستطع ان يهجر اساءتهم، لا يشاركهم في هذه الاساءه، ولا يشرع للباطل ولا للظلم بأي طريقة من الطرق. دي الهجرة. يعني أنت لما بتزور أبو أيوب الأنصاري هنا في اسطنبول بتفتكر القصة دي يا دكتور؟ أبو أيوب الأنصاري زرته يا دكتور؟ زرته يعني. كان زي أول ما جئت مباشرة، وكتير بنروح نزوره، والأتراك طبعا يعظمون مكانه ومقداره يعني. صحابي، تكلم عن الصحابي اللي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، يعني ده معلم ضخم جدا، وده يعني زي ما ربنا اختار للنبي صحابته. الصحابة كده مش أي حد يبقى صحابي، ده ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى لهم من يستحقون صحبته صلى الله عليه وسلم، واصطفى المقربين منه، واصطفى له النماذج زي ابو ايوب الانصاري اللي ينال هذا الشرف العظيم انه يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت على اسوار القسطنطينيه لانه يعني علم من النبي صلى الله عليه وسلم ان جيشا سيفتح القسطنطينيه، وقائد هذا الجيش نعم القائد ونعم هذا الجيش، فاراد ان يكون منه. فكل حمله كانت تذهب الى القسطنطينيه حاول ان يكون منها، ومات على الطريق لينال هذا الاجر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب في النهايه يا دكتور الوقت خلص مع الاسف. هو لسه بدا يعني. عشان يخلص لا ده بقينا وخمسه. لكن في النهايه الرساله اللي حابب تقولها في بدايه السنه او بدايه العام الهجري، في فرق بين سنه وعام بيقولوا يعني؟ نعم، يعني العام غالبا بيكون فيه الخير، ايوه، والسنه بيكون فيها الجدب ويكون فيها البلاء ويكون فيها الحمد. دي في سوره سيدنا يوسف مش كده؟ نعم نعم. عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والسنه بقى السنه ذكرت فين؟ ثم اخذناهم بالسنين. اخذناهم بالسنين على ما يتذكرون. الناس والله انه يجي له عام مش سنه. طيب 27 شداد، اذا ان شاء الله تعالى يجعله عام خير وبركه باذن الله سبحانه وتعالى. لكن بقول فيه ان احنا اولا نزداد يقينا في الله سبحانه وتعالى، ان احنا نربط علاقتنا بالاسلام، احنا ننجح بالاسلام فنربط مصيرنا بالإسلام، نبقى أولاد الإسلام حقيقة، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحقق الأهداف اللي كانت من الهجرة، الأخوة والرابط الرافد الإيماني. إذا لم نتحقق بالأخوة لن ننتصر في أي مرحلة من المراحل، لابد إن احنا نتعالى على الخلافات الشخصية. موضوع التخطيط، نتعلم النبي إزاي خطط صلى الله عليه وسلم عشان ننجح، نتعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل الإمكانات والطاقات، ما تفرجش وقال انا اللي هعمل كل حاجه، لا ده استخدم الصغير والكبير والمراه كل ده امكاناته. فيجب علينا ان نستخدم كل الامكانات والطاقات، ان نستبشر بالخير، الا نترك لاحد ان يقيدنا بقيود لم يقيدنا الله تعالى بها. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني مبينا ان تلك القيود لابد الا تعوقنا عن الجهاد في سبيل الله، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، مش ده الوطن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، خليكم عادين حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الهجرة باقية. شوف الحمام لما بيهاجر بيهاجر مجموعات، والأسماك مجموعات، حتى لا يكونوا فرادة. فمحتاجين نتوحد، محتاجين نجتمع، محتاجين نعيد الجزء اللي هاجرنا من أجله، القيم، العدالة، المحبة، الأخوة. إذا لم نتحقق بهذا لن ننتصر في أي مرحلة من المراحل. النصر
النصر أو الصبر ليس عملا سلبيا، الصبر ليس سكوت، الصبر ولين جاهدوا وصبروا، فالصبر ده مجاهدة مش سكوت، الصبر ليس صمت، الصبر عمل، الصبر حركة. نحتاج إلى كل هذا، ونحن عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي برع هذا الدين وبرع عباد الصالحين، والله يتولى الصالحين. نسأل الله أن نكون من الصالحين، ونستبشر لهذه الأمة إن شاء الله تعالى في عامها الهجر الجديد، رغم كل الإساءات دي كلها وكل الأخبار السيئة اللي بتضطر أنت تتناولها في كل يوم. أنا عارف ربنا يعينك سبحانه وتعالى، لكن إحنا واجبنا أن إحنا نصنع الأمل، الأمل في الله سبحانه وتعالى. التمايز يا أستاذ محمد نعمة من نعم الله ومن علامات النصر. لما الخبث يكتر كتير كده فمش معناه أن مفيش أمل، الخبث يزداد حينما يزداد الخير، الخبث يزداد لما يزداد الخير. لا، الزبد الكتير ده عمره ما يتطفع إلا إذا كانت المية كتير اللي تحتيه، فالخير في هذه الأمة لا ينقطع. والسيل اللي اجتمع ده ربنا يقول كده، بل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فأنفعهم شر. وتاني إيه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فيجعله في جهنم. الناس اللي بتقع دي والمؤسسات اللي بتقع والدول اللي بتقع ما تحزنش عليها، احنا دلوقتي رايحين لحاجة عظيمة جدا. ربنا قال كده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. مش هيفضل حد في الرمادي، مش هيفضل، ولا تحزن عليهم، فلا تحزن عليهم، ربنا قال كده، ولا تحزن عليهم، إنما نعد لهم عدة. لكن الحق لازم ينتصر، وقل جاء الحق، الحق مش ده، الحق موجود، جاء الحق وزهق الباطل، الحق سيأتي. يجب علينا احنا نقيم الحق فقط، اذا اقمنا الحق سيختفي الباطل، سيختفي يقينا. فاحنا بقول ان احنا في العمل الجديد نستبشر بنصر الله وفرج الله وفتح الله، ونطمئن لتقدير الله سبحانه وتعالى. وجزاك الله خير. جزاك الله كل خير يا دكتور، واشكرك جدا، وكل عام وحضرتك بخير. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، شكرا لك. دي كانت نهايه الحلقه ونهايه الاسبوع وبدايه عام جديد، نسال الله انه يكون عام رخاء سخاء على كل العالم، وخاصة العالم الإسلامي إن شاء الله. لكن إلى أن أراكم إن شاء الله غدا، لا مش غدا، يوم الجمعة قصدي، على قناتي على اليوتيوب، عن بكلم عن سيدنا موسى، والله وتبقى حلقة رائعة جدا عن سيدنا موسى، مش دينيا، تاريخيا. وجيت سألت الدكتور حسين دقيل وقلت له على تواريخ كده، قال لي بقول لك إيه، أنا ما بربطش الديني بالتاريخي، بفصل الاثنين على بعض. فإن شاء الله تبقى ساعة كام؟ على الساعة 12 بالليل. 12 بتوقيت القاهرة. يعني واحدة بتوقيت. بس يا دكتور لو تابعتها فيها أسئلة مهمة جدا. أسمعها عشان وهتزعل. أجي شكسك بيها في الحلقة. وهتزعل مني على فكرة فيها. ماشي، عشان أجي شكسك بقى. وهي مفاجأة على فكرة جدا. طيب نسمعها إن شاء الله. عن سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا عليه أفضل السلام. على كل حال، إلى أن أراكم يوم السبت في القناة مكملين في مصر النهاردة. بشكر فريق الإعداد ورئيس التحرير وعلي وفريق التصوير، وقبل كل دول بشكر حضراتكم، وإلى أن ألقاكم كل عام وحضراتكم بخير. تصبحوا على خير.